السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الأوفياء، متتبعي قناة أم عمر للمبتدئات، أحييكم أجمل تحية وكنقول لكم شكرا على المشاهدة، شكرا لتتبعكم ونصائحكم، شكرا على التعاليق اللي كتخليو ليا وعلى الإعجاب، كتفرحوني وكتشجعوني، ونتمنى إن شاء الله مازال تزيدوا تفرحوني وتشجعوني وتخليو لي تعاليق زوينة. اليوم غنشارك معكم الفقاس بطريقتي اللي كينجح معايا دائما، وقلت علاش لا ما نشاركوش مع المشاهدين ديالي بمناسبة عيد الفطر. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتنجح معكم الوصفة. انا غادي نوجد الفقاس ديالي بكمية معقولة، وانتم لكم كامل الاختيار تنقصوا او تزيدوا، كيبقى الرأي رأيكم. بسم الله، ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. كنحتاج في المقادير واحد زلافة ديال السكر سنيدة، عندي هنا 9 البيضات بحرارة المطبخ، غادي نقص منهم أصفر بيضة باش ندهن الفقاس. عندي هنا كمية ديال واحد زلافة ديال اللوز اللي فزقته من قبل في الماء، خلط مع شوية الماء زهر. عندي معلقة كبيرة ديال النافع وحبة حلاوة. هنا عندي كأس ديال العنبة أو زلافة صغيرة ديال الجنجلان. عندي زلافة كبيرة ديال زيت المائدة، وهنا عندي ساشي ديال القهوة سريعة الذوبان للتزيين. بالنسبة للدقيق، انا ناخد 1.5 كيلو نعجن الفقاس ديالي ونشوف شنو غيتبقى ليا. عندي سكر الفاني للتنسيم 2، عندي الخميرة 2 ديال الحلويات. غادي ندوز ان شاء الله نعجن الفقاس ديالي بهاد المقادير اللي ذكرت معكم من قبل، وما غاديش ننسى قبيصة ديال الملحة. هو العجين كيف ما كتشوفوا. هنا خديت بيضة وزدت عليها قهوة سريعة الذوبان. العجين ديالي ما يكونش قاسح وما يكونش خفيف. نقسم العجين ديالي الى 6 قطع، وهذوك القطع غادي نكون منهم حراب الكبار ونستفهم في اللاطة. من بعد ما نستف الحراب في اللاطة، غادي ندهنهم باصفر البيض مع قهوة سريعة الذوبان. نسيت ما قلت لكمش باللي تبقى لي من الدقيق اللي خدمت به حساب 250 غرام، يعني خدا لي الفقاس كمية ديال 1.25 كيلو ديال الدقيق. هنا كناخد الحراب اللي دهنت بالبيض ونزينهم بالشوكة كيف ما كتشوفوا، ندير فيه هكا خطوط. من بعد غادي ندخل هاد الفقاس اللي شفتو معايا الفران، ونقص عليه الحرارة، ما تكونش النار مجهدة حتى يطيب لي الفقاس. ومن الأحسن ما نطيبوش الفقاس بزاف غير نص الطياب، لأن مازال تابعه غادي نحمره. من بعد ما خرج الفقاس من الفران وهو مازال سخون، كناخد واحد المنديل كنفزقو بالماء ونعصره مزيان، ونغطي الفقاس ديالي بهذا المنديل اللي فازق، ونخليه المدة ديال 2 ساعة حتى 3 سوايع حتى يبرد الفقاس مزيان، ونرجعو من بعد نقطعوه. هنا كناخد واحد السكين حاد وكنبدا نقطع الفقاس بطريقة مائلة كيف ما كتشوفوا، باش يجي الشكل ديال الفقاس ديالي مزيان. انا كنخدم بهذا السكين العادي، لان من قبل كنت كنخدم بالسكين هذا كيف ما كتشوفوا، كيجي زوين هذا في التقطاع، ننصحكم به، كيقطع الفقاس مزيان. غير انا يا خسر لي هاد السكين كيف ما كتشوفوا، ما بقاش صالح للاستعمال وتخليت عليه.
نصحكم الى ممكن تاخذوا هذاك السكين اللي وريتكم من قبل، تبداو تخدموا به الفقاس، كيجي به الفقاس ناجح وساهل في التقطيع وما كيخليش الكسور. هنا كنقطع الفقاس ديالي كامل الكمية اللي كتشوفوا قدامكم بهذا الشكل، حتى نكمل الفقاس ديالي في التقطاع كله، وغادي نستفو في اللاطات وندخله الفران يتحمر الفقاس من الجهتين، ونشارك معكم الشكل النهائي ديال الفقاس ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا ما كاينش الكسور في الفقاس، ما كيتفرتت ما والو، ناجح كيف ما شفتوا معايا، وما تضيعش منه حتى شي حاجة ان شاء الله، حتى نتوما تجربوه وينجح معاكم. بعد ما كنخرج الفقاس ديالي من الفران كيكون على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيخرج واحد الكميه معقوله، وكيف ما قلت لكم الا ما بغيتوش كميه كثيره ديروا نصف المقادير. كنقول لكم شكرا لكم على المشاهده، وعيد مبارك سعيد، والى اللقاء.